اوكي اوكي نيفر نايس اوكي ما تحكي ايه ها بلش يطفي التليفون نيفر نايس نيفر نايس اقولك عندهم شي شانجير هون عادي عفوا شي شانجير شو شانجير هذا اللي بيعبوا فيه التليفون شو اسمه بدنا نعرف شارجر 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 ما انت ما انا ماشي الحال ما بعرف هلا بنشوف يلا احول رجع دور ماشي مع مين عم تحكي مع هول الشركه ما قدمنا الطلب عندهم عادي طلب شو طلب ما بدنا نشتغل شو بيه شو بدك تشتغل روح امريكا لا ها بدي اشغل ترانزستور قبلوني ترانزستور ترانزستور ايه منك سامع فيها ترانزستور اللي بيترجم شو اسمه ترانسليتر 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 انت بدك تشتغل ترانسليتر شو بدهم ايانا شو عينوني وقبلوا عينوك مدير مكتب الترانسنيشن بكل المنطقه هونيك انت ترانسنيشن ايه مدير مكتب الترانسنيشن لا مستغرب ترانسليشن ترانسنيشن امميه هي بدك تكون مترجم اممي عادي انت مترجم اممي شو لك شو ها ماني حبي وحبتين انا شو عم تحكي مهم عدول رح نروح لهون ايه يعني رايح انت انت رح تروح بماركس يمكن واقف واقف شو استك عم تنفط حالك كلك النفضه شو ماركس ماركس ازار شو اسمه بالعربي مارس شو قلت انا مارس يعني مارش. ماركس مارش 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 يعني قالوا لي هني يا ماركس يا هيدي مارش مارس. يا ايفريل وحده منهم يا شو سقف ايفريل شو ايفريل عباس ما هي يا افريل يا ابريل طيب عم بقولها باللغتين اذا انجليزي بتفهمها واذا فرنساوي بتفهمها مرق لي اياها هلا كيف وظفوك كيف وظفونا معاش له اول ما له اخر عم تحكي جد مثل ما عم قلها رح قلع لهونيك هلا ايه ولوين رح روح يا معلم لوين على ديزني لاند هيدي ما رح خلي ما رح تروح من شري لوين بدك تروح عباس على ديزني لاند شو اسمها هاي ديزني لاند ايه شو قلت انا مش بدي بدي لا 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 سوري سوري مزبوط معك حق ديزني لاند هاي معك حق فيها ديزني لاند ديزني لاند ديزني ديزني لاند فهمنا ديزني لاند هنروح نتفرج على كل هيدا حلوة ديزني لاند المشاهد وكذا هيدي شو اسمها المنطقة الثانية في الثانية بدك تروح على اذا رايح لهونيك ولا بد وعندك وقت غير ديزني لاند روح على ال يونيفرسال ستوديوز على الجامعة يعني مين قال جامعة انت عم تقول يونيفرسال ستوديو لا يونيفرسال يعني المطرح اللي بيصوروا الافلام مش جامعه ايه هيدي الكبيره اللي بيعملوا فيها ما انا رايح بدي احضر هونيك باميلا دركسيون بدي اتفرج مين باميلا دركسيون عباس ما لك علاقه ما لك علاقه بشيء لا بتتعلم انجليزي ولا لك علاقه بالثقافه وبالسينما باميلا دركسيون يا زكي هيدي اللي بتمثل بالجاي واتش بشو بالجاي واتش بالجاي واتش لحظه قشط عطوسه ايه عطوس عطيس بريسيو 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 يعني بلاسيو بلاسيو اللي هي عدو شو الريحة الحلوة اللي عادي شو حاطة الدردران عفوان عفوان ما فينا دردران هيدي اللي بيحطوها هيك شو اسمها ديودوران اللي هي طيب ماشي الحال غلطنا بالعرب دردران ما هي ديودوران مهم عدول هلا بعدين المرة عباس ما اسمها باميلا دركسيون شو اسمها؟ اسمها باميلا اندرسون انا قلت دركسيون؟ ايه والبرنامج اسمه باي واتش باي واتش مش جاي واتش سان بواسون مزبوط وقف وقف شو بدي وقف؟ شو سان بواسون؟ قلت انت شغلي عم اكد لك عليها انه 100% 100% شو قلت انا سان بواسون؟ ما تحكي فرنساوي عباس عادل انت ليه منك اب تو جيت؟ جي لازم تكون اب تو جيت بالعربي شو اب تو شو اب تو جيت والله اب تو جيت يعني عم بتلاقي بالعصر اب تو ديت اب تو ديت هي اسمها اب تو ديت اب تو ديت طيب ماشي الحال خليك معي انا معك انت بتنقهر مني على شو بدي انقهر منك انت بتشوفني طالعتي بالانجليزي بتكسر لي مقاديفي ما في مره الا ما بتكسر لي مقاديفي بدي افهم على شو قبلوك هونيك باليونايتد نيشن اسمع لهلك اسمع شو في خير هدا وليه؟ منيح مسجل لي اياها شو لك لا يا مشلخ